السلام عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير إن شاء الله، وانتم تتشاهدوا معايا هذا الفيديو اللي قاولتكم أنني غادي نشارك معكم رحلتي القصيرة إلى مراكش. هنا مشينا لمنارة مول، وهذا ديك النافورة اللي تتكون قدام منارة مول، وفي حاجة تحفة وزيلة. عجبني الحال بزاف، هاد الرحلة كانت جميلة، تمنيتكم كلكم تكونوا معايا وتشاركوني فرحتي وتشاركوني المتعة اللي تمتعت في هاد الرحلة. مراكش رائع، جميل بزاف بزاف، كاين فيه مناطق زوينة، يعني شي حاجة راه كل شي عارفها، يعني ما عاديش نشكر لكم مراكش، يعني راه هو عالمي بالمناطق ديالو، بالمناظر ديالو، بالآثار ديالو، بناسو، بكل شيء اللي يشوف هاد التحفة ديال هاد الشلال كيدارو ليه. هادا دخلنا دابا لمنارة مول، دخلنا لهاد الطابق العلوي، هنا بحال الشلال، يعني فيه هاد المنظر العجيب، البطاريق كأنها عائمة. والماء تنزل من فوق لتحت، وإضاءة رائعة، وسلالم كبيرة، وشوف يعني راه واحد الهضبة رائعة، وشوفهم لي صراحة شاركتنا زوينة، أنا قاوت جايين معروضين تما كيدايرين، يعني سوق هذا سوق تقول لي سوق المدينة، كان نفسي أني ندخل محل ونصور لكم المنتوجات اللي معروضة، ولكن راكم عارفين ممنوع التصوير، يعني كنت ناخد لقطات قصيرة من هنا ومن هنا تنوريكم بإيجاز وصافي، لأن راه ممنوع التصوير. أنا كنت غادية وحاطة التليفون، يعني حاطة كأنني هزة هكا، مكتوب على جميع المحلات أن راه ممنوع التصوير، أنا ما بغيتش نخرج تحت، ما يعني مسائل واضحة. هنا منتوجات تقليدية مراكشية، يعني كاين التراث المغربي، هنا النحاس، كارت بوستالات اللي بغى يعني اللي بغى يدي كادوات سوفونير الناس، لان الزوار كلهم اللي تيجيو مراكش ضروري ما يديو معاهم سوفونير، يديو معاهم هدايا الاقارب ديالهم الاصدقاء، يعني راه واحد المول اللي ادار رواق، يعني الطاج الثاني انا ما اظن الثاني ولا مع الثالث، لانه تبارك الله ما حد كنت تطلع في السلالم، وكل رواق وباش مختص هذا بالملابس التقليدية وبتحف، تبارك الله هنا تقليدي ديال النساء والرجال، هنا الديكورات، يعني راه شي حاجة تحفة صافي، يعني أنا بصراحة متعني هذا المنظر، وفي هذا الرواق هنا في هذا المكان. هنا مسجد للرجال ومسجد للنساء، طلعنا في الطابق الثالث على ما أظن، هنا خاص بالألعاب واللعاب ديال الأطفال، شي حاجة غزالة صافي، يعني راه مدينة تاع الألعاب بكل معنى الكلمة، يعني فيها كل ما تحتاجه الأطفال، يعني تقدر تخلي الأطفال ديالك هنا يتمتعوا بهاد الألعاب، يعني رواق كبير شاسع بزاف بزاف، يعني اش غادي تشوفو، كاين بزاف تاع اللعاب، وكاين بزاف تاع الأشياء اللي يتمتعوا بها الأطفال، وبصراحة الواحد المنظر جميل جميل بزاف بزاف صراحة، والله أنا ما كرهت حتى أنا ندخل ونلعب ونتمتع بالطفولة ديالي، واخا أنا في هاد اللاج هدا، ولكن راه كل واحد فينا راه فيه طفل، راه ضروري تتخرج هاديك الطفولة مرة تتخرج تاهي، بصراحة راه
الواحد تيضحك وصافي. ما راه ما كرهناش اللعب بصراحة. هنا راكم تشوفوا ألعاب كلها، ألعاب إلكترونية، ألعاب يعني خاصة بالأطفال الصغار الكبار المتوسطين، كاين يعني كل شيء بصراحة. يعني هذا المكان كامل متكامل، انتم شوفوا الرواق شحال كبير وشاسع بزاف بزاف. هنا هاد القطار المتحرك جميل بزاف، انا عجبني هاد المكان بزاف بزاف. والدراري تيحمقوا على تحمق على الالعاب وتحمق على الاماكن خصيصا، تلقى الاطفال يجروا من لعبه للعبه بكل فرحه ديال الاطفال. هنا كانها مدينه ديزني، والله مدينه الالعاب شي حاجه اللي هي تحفه وشي حاجه اللي رائعه ونقيه ومؤمنه. لا بصراحة ما عندي ما يتقاله، رائع كل شيء رائع، والنظافة والنقاوة والحراسة وما كانش يعني اكتظاظ بزاف، ولا حتى المنظر اللي هو جميل بزاف بزاف. هما جميع السنافر هادو. الحيوانات هادو العاب لي يعني هادو راهي ديكورات، انما راه تيجيبو الاطفال وتيتمتعو بهاد الالوان وهاد كانهم جالسين في هاي سندريلا ديالنا بياض التلج تنظن. هاد الشخصية هادي شريك تنظن شكون تاني هادو، هانتوما تشوفو القطار تيدور على جميع الشخصيات وعلى المناظر جميلة. هنا الالعاب الاخرى، هذه الالعاب والله ما عرفت كيف الالعاب، ما عرفش كيفاش يلعبوها بصراحه. انا عمري ما لعبتها ولاني بقيت واقفه شحال، ما عرفتش انا كيفاش يلعبوها، واش العاب الكترونيه ولا العاب يدويه ما عرفتش. تحفة تحفة المكان تحفة بصراحة بمعنى الكلمة، اللي بغا يتمتع وليداتو يتمتع توا معاهم يجي لهنا. نخليكم إخواني أخواتي عائلتي الكبيرة، نخليكم مع تتمة الفيديو، ونتمنى إن شاء الله يعجبكم وتعجبكم هذه الجولة اللي تقاسمت معاكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. نلقاكم في أحسن الأحوال، وإلى اللقاء.